تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية العربية تخصصا في سرقة السيارات من مناطق مختلفة من الدولة. وتعود التفاصيل إلى ورود عدد من بلاغات سرقة السيارات للجهات المختصة لوزارة الداخلية. وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص وبتكثيف البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة تم الوصول إلى معلومات مهمة حول الجريمة. وبجمع المعلومات اللازمة تم التعرف على أسلوب تنفيذ هذه الجرائم، وذلك باستهداف السيارات المتوقفة لفترة من الزمن والاتفاق مع محل نسخ المفاتيح، بالإضافة إلى شاحنات سحب السيارات لنقلها إلى مناطق أخرى بالدولة. ننصح بالتأكد من إيقاف مركبتك في مواقف آمنة وأحكام إغلاقها تجنباً لحوادث السرقة. وفي حالة الاشتباه يمكنك الاتصال على خدمة الطوارئ عبر الرقم 999 أو من خلال خدمة متراش